فتجب طاعة ولي الأمر لما في ذلك، ما هو من أجل مصلحة ولي الأمر كما يتصور بعض الناس، بل من مصلحتنا نحن، المصلحة ترجع إلينا. ولي الأمر ما عليه إلا التعب، عليه إلا الأخطار، أعانهم الله وسدد خطاهم. نحن الذين نرتاح في الأمن والاستقرار والراحة، أما ولاة الأمور فهم يتحملون التعب والمشاق، ولكن الله جل وعلا بعثهم لنا رحمة بنا، فعلينا أن نعرف هذا وأن نتذكره. وهذا مذكور في عقيدة أهل السنة والجماعة، فمن أصول أهل السنة والجماعة طاعة ولي الأمر المسلم، وإن كان عنده تقصير، وإن كان عنده مخالفات، وإن كان عنده شيء لا يصل إلى حد الكفر والخروج من الإسلام. سئل الإمام أحمد رحمه الله فقيل له: إن فلاناً تقياً، فلاناً إن فلاناً تقياً مستقيماً في دينه، لكنه ضعيف في رأيه، وإن فلاناً قوي في رأيه، ولكن عنده ضعف في الاستقامة، أيهما يصلح للولاية؟ قال: الذي عنده رأي قوي ولو كان ضعيفاً في بعض الأمور الدينية، لأن ضعفه على نفسه وقوة رأيه للمسلمين. هذا هو الفقه في دين الله، هذا هو الفقه في دين الله، فيقدم ذو الرأي السديد والسياسة الحكيمة، وإن كان ليس على استقامة تامة، ما لم يصل إلى حد الخروج من الإسلام يقدم، يقدم على غيره، لأن ضعف التقي على المسلمين، ورأي العاصي السديد هذا للمسلمين، فينظر إلى هذا. لهذا كان المسلمون في مختلف العصور يطيعون ولاة الأمور على ما فيهم من النقص وعلى ما فيهم من الملاحظات، كانوا يطيعون ولاة أمورهم، لأنهم أخذوا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، قوله صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، السمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. ما الذي يقي من هذا الاختلاف؟ هو لزوم جماعة المسلمين وإمام المسلمين، هذا يقي من الاختلاف، هذا يوفر الأمن والاستقرار والحمد لله. فعلينا أن نفهم المسائل على وجهها.